بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنبدأ بعد كده في عمل الستارة اللي هي بتبقى هنا، بس أنا عايز الستارة تبقى عليها تأثير الويند أو الرياح. تعالوا نشوف احنا هنعمل الستارة دي ازاي. أول حاجة هعملها هروح أرسم، ممكن أرسم مثلا سلندر، صغيرة كده، اظبط الدايمنشن بتاعها، تعالوا نلفها. طب انا عارف ان ده تقريبا كان كام الباب ده، هنشوفه من الاوتوكاد. طيب ده كام متر؟ هعمل هنا الهايت بتاعها 20 متر، الراديوس بتاعها ممكن نخليها 1 سنتي، وروح جاي رافعها لفوق بالشكل ده. يبقى كده بعد كده هاجي بس من بره واروح جاي راسم بلان، فعل اوتو جريد، ارسم بلان يوصل كده للارض. نعمل روتيت علشان البرفورمنس، بيبين لي بس البوليجون اللي في الوش، بروح جاي اعمل لهم ايزوليت هما الاثنين. طيب البلان ده هعمل له هزود له السيجمنتس بتاعته شويه، تعال نخليها مثلا كده، بعدين انا هبقى ازود السيجمنت اكتر من كده. طيب الزاوية قوي بقى هنا في الحديدة اللي المفروض انا اعملها قدام دي، واجي اقول له edit poly، امسك دول عشان الفح عليه كنترول، وامسك الايدجز، وبعدين اجي اطرح دول، اروح من الفرونت فيو او من الليفت فيو، شيل الجريد، ممكن انزل دول تحت شويه، شيفت 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 عشان الفها حواليه بالشكل ده، وبعد كده اقول له كلوز، وبعد كلوز هروح جاي قايل له كلوز بروبرتيز، اسف، اوبجكت بروبرتيز، اد اوبجكت اول سلندر. امسك بقى البلان اقول له خلي لي البلان ده يبقى هو الكلوز وخلوه لي كوتون، واجي على سلندر اقول له كوليوجن اوبجكت وادوس اوكي، وبعد كده هفتح من هنا كلوز واقول له جروب، وامسك الفيرتكس اللي فوق دي اقول له ميك جروب، سميها كيرت مثلا. طيب بعد كده اختار سيرفس، اختار دي، وبعد كده امسكها من السكيل اصغرها شوية بالشكل ده كده مثلا، بعدين امسكها واقول له simulate local لانها بتعمل معايا بالمنظر ده. سيبها بقى تتمرجح شوية كده لغاية ما تتظبط. تمام كده معايا بالشكل ده. طيب بعد كده هاجي هنا على السبيس وورب واقول له ويند، واجي اعمل الويند كده والفها، ازود السترينث بتاع الويند شويه خليه 2، واجي على دي خليها 1، واجي امسك دي اقول له كلوز فورسز، ضيف لي الويند، وبعدين نعمل لي سيميوليت لوكال بالشكل ده.
اعمل سيميوليت لوكال تاني، تمام كده، عشان يبان ان هي طايره بالمنظر ده. وبعد كده اروح جاي قايل له اعملها لي شيل، حاجه بسيطه جدا، نفرض ان هي 1 ملي. وبعدين اقول له تيربو سموث زودها لي عشان تبقى سموث معايا. اعمل اشيل بقى الويند من هنا، اقول له ديليت، امسك دي ان ايزوليت بالشكل ده، ممكن انا اكبرها شوية كده، ممكن اخد منها نسخة كوبي طيب. النسخة الكوبي مش هتعمل، سلندر امسحها، ابتدي ان انا اخد من دي هي وسلندر، طيب. بصوا انا ممكن اصلا ان انا محطش حاجة من هنا علشان خاطر تبقى الاضاءة داخلة معايا، فانا لو احتجت ان انا احطها بعد كده هبقى احطها. المهم ان انا عندي عملت التأثير بتاع الويند بتاعي بالمنظر ده. هبتدي ان انا احط بقى البلوك بتاع الابواب والشبابيك، الباب ده مثلا الباب اللي موجود عندي، فهاجي هنا على البلوك كلاسيك دور نفس الكلام كوبي، فايل امبورت ميرج، اول، وادوس اوكي. طيب الباب لما ينزل هينزل لي تقريبا ان هو يكون في جروب، اعمل له ايزوليت عشان اشوف الجروب ده، هو فعلا جروب، ان جروب سيلكت تاني، ان جروب سيلكت كام مره، تمام كده. فعلا دي اديت بولي، اختار البوكس ده كنترول اي اتاتش، وبعدين اقول له اوكي على اول واحده. بعد كده ان ايزوليت، واروح جاي حاطه بقى هنا كده ان انا اظبطه. بس ارفعه شوية، ممكن انا ارفعه 10، تمام كده. انا عايز بس اجي على اللي تحت دي واقول له خليها لي تبقى 11 عشان خاطر، او 10، 2 من 10، 10 مش خليها 2 من 10. اجي على الباب من هنا نقول له ايديت بولي، امسك لي الجزء ده كله، انا امسكه كده اف 3 عشان اشوف لو اخترت حاجه ورا بالغلط، عشان جينا نبص معايا اروح جاي، تمام. اف 3 برضو بالشكل ده، واروح جاي ماسك دي رافعها لفوق شويه كده، امسك دول شويه ارفعهم لفوق برضو، حاجه بسيطه بالشكل ده. اروح جاي واخده كوبي واعمل له ميرور اتجاه الواي واجيبه كده، طيب. بعد كده عندي ايه؟ بعد كده عندي في تمثال كنت حاطه في النص اهو، هاخد هنا فايل امبورت ميرج اول،
ادوس اوكي ابلاي تو اول دوبليكيت واغير النيم بتاعه. الشكل ده كده تمام. طيب بعد كده هبتدي ان انا ادخل بقية البلوكات بتاعتي. عندي مثلا الكنب ديزرت سوفا 3، الكنب ده انا كنت شغال بيه، كنترول سي فايل بورد ميرج، اختار اللي هي فيري واقول له اوبن اول. الشكل ده كده. وبعدين اتاكد بس ان هم كلهم جروب. تمام جروب. اروح في التوب فيو، ابتدي ان انا ارص البلوكات بتاعتي، ارفعها بس عن الارض 10 سنتي، جايب دي كده شيفت واجيب دي كده بالشكل ده، كنترول واروح في توب فيو ادوس شيفت واسحب دول اجيبهم هنا اجيبهم شمال شوية. بس احسن عشان لو قلت دي في اي حته تانيه، رايت كليك كونفرت تو اديتبل بولي عشان تفضل ثابته كده. وبعد كده محتاج بقى ان انا احط حاجات في السقف. اول حاجه هروح اجي افتح السقف اللي انا كنت خفيه روف بالشكل ده. طيب انا عايز احط شويه زخارف في السقف، واروح جاي واخد ده معاه كده واقول له ايزوليت بالشكل ده كده. وبعد كده هروح اجيب الزخارف بتاعتي تقريبا دي، لا هي دي كنترول سي. بص انا هدخل دي الاول، اعمل ميرج حرف الاي عشان اعمل لها روتيت 90 درجة، تلفت مني شوية، عايزة تلف كمان ميرور. اروح في الفرونت فيو، اتاكد بس ان هي هنا على المستوى بتاع السقف اللي فوق. اروح في التوب فيو اجيبها كده. طيب عايز ان انا بقى اوسطنها، اروح في الستاندرد ارسم بوكس بصراحة مش عارف كده. طيب والسقف تتحرك شوية تقريبا، ممكن اجيبه كده. فعل سناب تمام، اروح جاي قايل له فعل لي ارسم لي دي كده. هذا دي كمان
بعد كده اقول له edit body، ادي مثلا كده تعال نبص من تحت 366، فهاجي اقول له من هنا كده ماينس 300 مثلا 65، انا اسف 365، واجي على دي اقول له ماينس 365، واجي هنا واجي اعملها بس كده. شوف دي كام، 165، اقول له تعالى في الواي 165، واجي هنا كده اقول له ماينس 165، وبكده اكون انا عملت دي، عملت الزخارف اللي هي بتبقى فوق هنا بالشكل ده. رف التوب فيو برضو منساش دي، ازود لها بس شوية سيجمنتس كمان، لا خلي دي اتنين، تمام. اروح جاي جايب السرة بتاعت السقف دي، اروح جاي حاططها هنا، اروح جاي جايب دي هنا كده، اروح من الفرونت فيو بس اجيبها فوق، الشكل ده. وبعد كده انا عندي بقى النجفة، والنجفة خفيفة مش تقيلة. رايت كليك كنترول سي، فايل امبورت ميرج في، وال اوبن اول اوكي، طيب اتأكد او اعملها جروب الاول، روح جاي حاططها هنا، فرونت فيو، برسبكتيف، فعل الاكس والواي، فرونت فيو تاني، فعل الواي بس، برسبكتيف، فعل الزد عشان اطلعها لفوق، تمام كده. اروح على التول فيو، شيفت انستنس، اروح جاي حاططها هنا، تمام كده. امسح ده واعمل ان ايزوليت كده، تمام. ابتديت ان انا اظبط الشكل بتاعي، ناقص بقى ان انا هعمل شوية الحاجات من دي، واحط شوية بلوكات هنا بالشكل ده. الترابيزات، وانا الترابيزات دي انا كنت حاططها في البلوكات عشان خاطر بس الوقت بتاع الفيديوهات ما يطولش معاكم، او المحاضرة ما تبقاش، او الكورس او الورشة ما تبقاش مملة. يعني لو جيت بصيت هنا على الحاجات دي، هلاقي مثلا ان انا عندي تيبل 2، وعندي عندي هنا اهو تيبل 2 سمول تيبل، فهدخل البلوكات دي، وبعدين هروح ابص على الفود 1 وفود 2 وفود 3 وابتدي ان انا احطها. وهتلاقوا عندكم برضو الوول لايت اللي هي الحاجات دي، الاباليك اللي موجوده، وبعد كده هتلاقوا برضو السبوت لايت. ايه السبوت لايت؟ اهي السبوتات، تبتدوا برضو ترصوها وتدخلوها علشان خاطر بس الوقت بتاع الفيديوز ما يطولش. هما كده اربع محاضرات في الموديلنج، هنبدأ بالمحاضرة الجاية ان شاء الله نبتدي ان احنا نشتغل على اللايت. كده احنا خلصنا الموديلنج، اشوفكم في المحاضرة بتاعت اللايت. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.